أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تداول أسهم الشركات ذات النشاط المباح المشروع لكنها تقترض الربا وتودع سيولتها في الربا؟ تقترض في الربا خلاص، إذا كانت تقترض قرضا ربويا فهي تستعمل الربا، وإذا كانت تودع أموالها للاستثمار تأخذ عليها فوائد هذا التعامل الربوي، فهذه شركة ربوية لا يجوز التعامل معها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والأسهم اللي فيها أسهم ربوية. نعم. إنما إذا كانت الشركة نزيهة وليس فيها تعامل ربوي، لا تأخذ ربا ولا تعطي ربا، فلا بأس بالمساهمة فيها أو شراء أسهمها. نعم.